هو جاب الاخضر كده ليه؟ وايه الليل اللي اتقلب النهارده؟ انت مساعن يا سيدي، انت مساعن. سلام عليك، انت عم تمساعن. انت مساعن يا سيدي. مع السلامة عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. حبيبي. حنيني. احنا كده بقى في مصر بقى ملوش لازمة وبتاع ولا غيره. بقول لك والنبي احنا هنا مصر دي احنا كده في المريوطية، شايف جاموس وبقر ومعيز وحاجات كده يعني. فاحنا اكيد يا في المريوطية يا اما في نصر الدين يا اما في ظبط اللبن، صح ولا ايه؟ انا مش فاهم منك حالة. مش فاهم منك حالة. ايه انت يا ابني ده؟ هنا. انت بتكلمني انا؟ انت افندم يا مسياحكو. ايه؟ افندم يا مسياحكو انت. يا نهار اسود، انت ملبوس ولا ايه؟ بقول لك انا من مصر وعايز اعرف اروح ازاي للسيده زينب، يعني اركب ميكروباص منين ولا اخد مترو الانفاق؟ لا خد القصر، القصر العين، امشي على طول هتاخد القصر بعيد قوي. يا اما تركب حمار. تروح على حمار. يا جدع انت بتكلمني ولا بتكلم مين؟ بكلمك انت. ايوه ما انا بقول لك انا اروح السيده زينب ازاي، من قلب المترو ولا من قلب الميكروباص؟ انت من حمار. انا ابن حمار؟ يا جدع ما بلاش اقلب عارف. انت من حمار. يا جدع انت من حمار وستين حمار والله عذاب بايدي في زرك هطلع لك ولا اخرك بره. ايه يا عم الحاج؟ انا بقول لك اروح السيده زينب ازاي؟ ما انا بقول لك انت من حمار يا تاخد يا جدع اجري بقى بلاش غير هو بقى. الله 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 انت بتطلع علمك عليا ولا ايه؟ بقول لك انا عايز اروح دلوقتي السيده زينب، اروح ازاي؟ خدي معاك يا اخي. انا على ابو امي اللي عايز يجي يسالك بحاجه تاني. بس احلى حاجه عرفتها ان احنا في مصر. محرق في الدنيا. محرق في الدنيا دي كلها. يا ربنا شايفك بقى. انت بتقول ايه؟ انت كنت بتشتم ولا بتدعي لي؟ بس خلاص انا همشي انا بقى. شاكرين قوي بلدينا. حبيبي تسلم الباشا. حبيبي شاكرين قوي. انا مش عارف انت اللي هرست ويا اسد ويا ايه، مش فاهم انا انت ايه. ايه ده؟ مش فاهم انت ايه اللي هرست ويا اسد. يا راجل اجري انت تحت. سلم علي سلم علي ربنا بلي وسلم علي وعلي وعلي سلم علي. ايه ده؟ ايه الراجل ده؟ وراح فين؟ يا نهار اسود. طب الراجل ده ايه؟ كان موجود ولا مش موجود؟ انا ما فهمتش حاجه منه خالص. ده طلع اعمى في الاخر، قعدت من جنبي وبيجري.